قلب المؤمن يحتاج إلى النماء، نماء حقائق الإيمان فيه. يعني إيه ينمو القلب؟ يعني تنمو حقائق الإيمان، يعني الإيمان بالله عز وجل يبقى كأنه شايف، كأنه يرى ربه عز وجل ويرى آثار أسمائه وصفاته، حاسس بيها جامد جدا، شايفها زي الشمس، شايف عزته زي الشمس. والناس التانية فاكرة الكون ده ماشي كده، إيه أصحاب العزة فيه هم الملوك والرؤساء والكبراء. لا والله العظيم ما لهم حاجة، ولا البشر دول كله ده ما قد كده. ده العزة ظاهرة جدا، القهر ظاهر جدا، الرحمة ظاهرة جدا. مش هيشوف الكلام ده إلا لما إيه؟ إلا لما يذكر ربنا، لما يصلي كتير، لما يقرأ قرآن كتير، يبقى تنمو حقائق الإيمان في قلبه، تنمو حقائق الإيمان باليوم الآخر في قلبه، يبقى كأنه شايف الجنة والنار. تنمو حقائق الإيمان بالرسل، لما يقول وعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والنبيون حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. تكتب يبقى شايف بقى، مش بمجرد ان هو قال ما هم انبياء، لا ده انت شايف يعني الصفات الجميلة الرائعة قدام عينيك. وعشان كده الفرق الهائل بين قصص القرآن وبين قصص أهل الكتاب وبين غياهب البير اللي تحت بتاع قصص الناس بتاع التمثيليات والأفلام ورمز تحت الأرض وغيرها، الكلام ده كله حاجة تانية خالص. تحت الأرض فعلا في غياهب تحت جدا، لكن الأنبياء قصص القرآن يوريك الأنبياء الصفات الرائعة. وانت قاعد كده شفنا ازاي يوسف داعي الى الله، ازاي يوسف صابر، ازاي يوسف كريم، ازاي يوسف حتى ما بيعاتبش في حقه، لان الراجل سابه 7 سنين ولا 5 سنين ما افتكروش، ولما جاي يطلب منه، جاي يشحت منه، عشان مين؟ عشان الناس، مش عشان حاجة تانية. طب حقه هو فين؟ يعني ما ذكرتوش اصلا حتى، ده انت ما فكرتش تقول للملك قصته، ان في واحد في السجن مظلوم كان معايا وكان ممكن يعني. لا ده بيقولهم ايه، انا انبئكم بتأويلي، انا اللي هقول فارسلون. سيدنا يوسف ولا عتب ولا حاجة ولا دور عليه، ولما قالوا له يعني اولنا الرؤية لعلهم يعلمون، الناس مزنوقة، الملك يعني مهتم بالرؤية، ما قال لهم شيء، طب طلعوني الاول، طب ادوني المقابل. لا كرم وعلو شأن عزة، والله العظيم اعز منهم، وهو بيقول له ارجع الى ربك. عزة صفات رائعة جميلة، الانبياء كلهم صفاتهم حاجة يعني سرج، والرسول صلى الله عليه وسلم السراج المنير الاعظم، جمع الله له القرآن ده، ده من منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربنا، لأن ربنا جمعله في القرآن ده أحوال الأنبياء وجعله صلى الله عليه وسلم قمة في هذه الأحوال. عشان كده خص في الدعاء والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، لأن المعاني دي معاني مش هو أكبر قلب فعلا، القلب ينمو ويتسع وينشرح. ربنا عز وجل ذكر أن سيدنا موسى هو اللي طلب شرح الصدر، وذكر هو الذي قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك. فرب شرح الصدر من الله يعني على قدره سبحانه وتعالى. سيدنا موسى أعطي سؤله، سيدنا موسى لما في المعراج حديث رواه البخاري، لما رفع محمد صلى الله عليه وسلم بكى وقال ما ظننت أن ترفع أحدا فوقي، ولكن هو الرسول صلى الله عليه وسلم أهل لذلك، اجتباه عليه الصلاة والسلام، اختاره من بين العالم، من بين الخلق جميعا. فأنت حقائق الإيمان بالرسل، حقائق الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، حقائق الإيمان بالملائكة، لما تحب الملائكة فعلا، لما تشوف صفاتهم الجميلة الرائعة. علمه شديد القوى ذو مرة ذو خلق حسن فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى
فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. سيدنا جبريل عليه السلام: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش، عند ذي العرش مكين ذو مكانة مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. وشوف سيدنا جبريل لما تسمع كده أنه من غيظه من فرعون بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. غيظه من الكفار وفي نفس الوقت معرفته بما يجلب الرحمة من الله عز وجل. أعظم ذلك لا إله إلا الله. فعارف كده هو، ولذلك خايف أن الرحمة تدرك فرعون غيظا منه، لأنه بيقول لا إله إلا الله، يعني بيحط الطين في بقه عشان ما يكملش آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. بس هي غير مقبول عند ربنا، عشان لو رجع كان رجع تاني. فرعون ده من النوعية دي اللي لو كان ربنا نجاه كان يرجع يكفر تاني، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نمو الحقائق الإيمانية في القلب هو ده معناه، نمو القلب هو ده معنى الزكاة، التزكية.